منتخبنا المصري بقى، يلا الكرة منتخبنا تجري. المصري مونديال مشرفنا ورفع راسنا ووصل لربع النهائي بعد ما فاز على منتخبات مقدونيا وتشيلي وبيلاروسيا. ربنا يوفق ابطالنا وتنتهي البطوله على خير ويبقى الكاس من نصيبنا ويفضل في مصر. وزي ما في جهود كبيره بتقوم بيها الدوله المصريه، اولا نظمت البطوله في عز جائحه كورونا، و32 منتخب بيثقوا في عمل وشغل ونظام الدوله المصريه، كمان في شباب متطوعين مشرفينا وبيكملوا المنظومه عشان تخرج البطوله بشكل مشرف، والشباب دول تطوعوا بنفسهم عشان يشاركوا في الحدث الرياضي العالمي اللي بيحمل اسم مصر، بيشتغلوا مع بعض زي خليه النحل، كل واحد منهم عارف دوره. خلينا نتعرف اولا على ايه هو دورهم، بيتم اختيارهم ازاي، ايه الانشطه المختلفه اللي بيقوموا بيها. معانا دكتور شريف ابو العينين رئيس لجنه المتطوعين بمونديال اليد 2021، وربا ابو بكر احد احدى المتطوعات في مونديال اليد 2021، ومنير عادل كمان هو واحد من المتطوعين في مونديال اليد 2021. اهلا بكم جميعا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بكم. كلمونا نبتدي الاول مع استاذ منير، لو ممكن استاذ شريف، دكتور شريف عفوا، لو ممكن حضرتك تقول لنا اولا الشباب دول بيتم اختيارهم ازاي وهم ايه ادوارهم؟ هما في البدايه طبعا المتطوعين بالنسبه لنا بيعتبروا العمود الفقري لاي بطوله بيتعمل في مصر. بيتم اختيارهم في البطوله دي بالذات، عملنا برنامج كمبيوتر سيستم على الكمبيوتر، ودي اول مره يتعمل في مصر سيستم كمبيوتر لاختيار المتطوعين. اتقدم لنا في حوالي 9 ايام 6674 ولد وبنت، وده كان اكبر رقم يتقدم في تاريخ البطولات اللي عملت في مصر للتطوع في البطوله الرياضيه. عملنا لهم انترفيهات على مدار اسبوعين في القاهرة وعلى مدار 3 أيام في اسكندرية، وقال لنا العدد وصل لحد 1200، وبعدين عملنا سكند انترفيو تاني لحد ما وصلنا للعدد النهائي اللي شغالين بيه البطولة حاليا 640 ولد وبنت. يعني انتوا بتدوروا على ايه من كل التصفيات دي؟ كل لجنة من اللجان في البطولة بتبقى ليها مواصفات معينة في المتطوعين اللي هيشتغلوا في اللجنة، يعني على سبيل المثال مثلا مرافقين الفرق لازم يتمتعوا بلغة الفرقة اللي جاية إن شاء الله تشارك معانا في مصر، لازم يتمتعوا بيقدروا عندهم القدرة على حل المشكلات، ثبات انفعالي، عندهم خبرات رياضية قبل كده، عندهم تفرغ تام للبطولة، كل الحاجات دي كلها لازم بيبقى المواصفات مثلا لجنة مرافقين الفرق، نفس القصة مواصفات لجنة الإقامة والإعاشة، لجنة التسويق، اللجنة الإعلامية، اللجنة الطبية، وهكذا ال 14 لجنة في البطولة. حضرتك طب دلوقتي بتقول يتفرغوا يعني تماما للعمل ده، طب ما ده في وسط الأولاد بيدرسوا مشكلتهم جايين لهم بعد شوية الامتحانات. يعني هي القصة كلها يا أستاذ سناء إن الفترة ديت الحمد لله طلع كان في تأجيل لامتحانات الطلاب للجامعات في الفترة ديت، زائد ان احنا كمان في البطوله ديت شغالين بنظام البابل كونسبت او نظام الفقاعه زي ما حضرتك عارفه، عشان خاطر طبعا الاجراءات الاحترازيه الخاصه بكورونا. ففي عندي حوالي اكثر من 280 ولد وبنت معزولين اوريدي، زي انا بالظبط ما معزول في الفنادق الاقامه، تحركاتنا كلها من الفندق للصاله بتعمل مسحه بي سي ار كل 72 ساعه للجنه المنظمه بما فيهم المتطوعين، وفي متطوعين تانيين بره البابل او بره الفقاعه اللي احنا شغالين فيها بيبقى ليهم ادوار ثانيه مختلفه. طب نروح لربا ومنير، اولا نبدا بالانسات، اولا لو ممكن ربا تقول لنا انت عملك ايه بالظبط تحديدا، مهمتك، وبعدين منير يحكي لنا. طيب انا اول حاجه انا ادمن، والادمن ده اللي هو بيشتغل على السيستم، ان انا بعمل سكادول للميتنج في الاول خالص ساعه لما كان الفولنتيرز بيعملوا ابلكيشن على السيستم ده عشان يقدموا للبطوله. انا كنت بعمل سكادول للميتنج بعد التريننج طبعا، وبعمل لهم evaluation، وبعمل باخد كمان الاتندنس بتاعت الفولنتيرز بتاعت كل كوميتي هي عندنا. طب روبا ممكن تستخدمي مفردات عربية عشان بس اللي بيتفرجوا علينا يبقوا متابعينك، تقولي ايه؟ طبعا حاضر. كنت بعمل اللي هي ابدأ من الاول؟ لا كملي ما احنا يعني انت بتعملي الجدول والاجتماعات وبتاخدي الحضور، مظبوط؟ بالظبط كده، لكل المتطوعين اللي في البطولة. تمام. وكمان انا في البابل فبنزل مرافقه للتيم بتاع البث التلفزيوني، الانترناشونال بث التلفزيوني عامه. اوكي. بنزل معاهم وبساعد في كل حاجه هم بيحتاجوها، سواء بقى كانت ترجمه او ترانسبورتيشن للتنقلات او اي حاجه من الحاجات دي. منير. مساء الخير يا فندم. مساء النور. دلوقتي انا وظيفتي في البطوله هو مسؤول عن مرافقين الفرق.
بالنسبة لنا احنا كنا زي ما حضراتكم عارفين ان هي بتتلعب على 4 صالات في اماكن مختلفة، فانا مسؤول عن مرافقين الفرق بالنسبة للمجموعة اللي بتلعب في استاد القاهرة. مرافقين الفرق هم بيتمتعوا باللغة طبعا اللي بتتكلم بيها الفرقة نفسها، وبنحاول نساعد الفرق من ساعة الاستقبال في المطار حتى وتوديع في اخر يوم للبطولة. بنمر بمراحل مختلفة صعبة طبعا، يعني اولها الاستقبال في المطار، ثانيا الاقامة والاعاشة، ثالثا التدريبات، رابعا الماتشات نفسها اللي بيلعبوها في اثناء البطولة، خامسا طبعا نظام البابل اللي احنا قاعدين فيه داخل الفندق بالنسبة لهم بيمثل صعوبة شديدة، بجانب البي سي ار اللي بيتعمل كل 72 ساعة بالنسبة لنا، اما بالنسبه للفرق بتعمل لهم كل يوم تقريبا، ف تذمر شديد جدا من الفرق بسبب المواضيع دي، ولكن الاجراءات الاحترازيه مهمه في الفتره دي. ثم طبعا التوديع للمطار اثناء خروج الفرق من البطوله او توديع نهايه البطوله يعني. فالمشاكل كلها اللي بتواجهها الفرق في كل مرحله نفسها بيبقى ليها مرافق معاهم طول فتره البطوله، بيبقى مسؤول عن حل المشاكل دي كلها. طبعا انا مسؤول عن ما يقرب من 32 فرد بيشتغلوا يوميا من ساعه ما تطلع الشمس الصبح الساعه 6 لغايه نهايه اليوم الساعه 12 بعد نهايه المباراه، ما بيبطلوش شغل. فبالتالي المرحله اللي احنا فيها حاليا داخلين على الربع النهائي، وبالنسبه لنا هي مرحله صعبه طبعا. فكل اللي بيقوم بيه المرافق هو من الاخر هو تسهيل الاجراءات بالنسبه للفرق انها تنتصر خدمه جيده من اللجنه المنظمه في مصر او جود سيرفيس من مصر نفسها بالنسبه للبطوله. طب ربع ومنير اخر سؤال علشان الوقت للاسف، انتوا اللي بيتفرج ومهتم ان هو يعمل اللي انتوا بتعملوه ده، اولا هل في اي عائد مادي ولا انتوا بتعملوها خدمه وطنيه ولا بتستفيدوا ايه؟ يعني درجة عليكم بفايده شكلها ايه؟ طبعا يا فندم هو يعني انا ما بستفيدش اي حاجه من الجانب المادي طبعا، ولكن بنستفيد خبرات كتيره جدا. اولا هي اضافه للسيفيهات بتاعتنا كلنا كشباب صغيرين، بيعلي من قدرتنا في اماكن مختلفه من حل المشاكل للضغوطات لكذا شيء في سن الشباب عامه. هايل هايل هايله والله. انا بقى عايزه اقول اضيف للكلام اللي قاله منير، انه فعلا ان الواحد بيبقى فولنتير جايد او يعني متطوع مجاني يعني من غير اي مقابل مادي، مهمه جدا 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 في تكوين الشخصيه، وخصوصا في السن الصغير يعني، وانك بتكتسبي خبرات. انا لاني مريت بالتجربه دي من ايام في كانت ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، كان في مؤتمرات يعني افرو اسيويه، وفي مؤتمرات للامريكان العرب اللي متواجدين في امريكا اللاتينيه، يعني كان في على طول على طول على طول مؤتمرات وأحداث بتحصل وبيحتاجوا فيها للمتطوعين دول اللي هم الفولونتير جايدز زي ما بيتقال عليهم، ان دول يكونوا موجودين. كانوا بياخدونا من الجامعه، اللي بيعرفوا لغات بياخدونا من الجامعه ويحطونا. اولا احنا كنا بنتعلم، لازم انتوا علمتوهم شويه حاجات يعني، لازم يعني مش سايبين الاولاد دول بلا خلفيه. دكتور شريف بالظبط، في تدريب او توجيه، في تدريب يعني لحاجات كتير، وفي نفس الوقت انه بيستفيدوا من زي الفرق لما بتروح تلعب مش عارفه في استراليا وتروح، بيقول لك خبره. انتوا بتستفيدوا زي ما انتوا بتخدموهم، انتوا كمان بتتخدموا بان معلوماتكم بتزيد، اختلاطكم مع الاخرين ازاي تتنظموا في العمليه دي. اعتقد انها حاجه كويسه قوي، ولو مره من المرات احكي لكم بقى بعدين انه المتطوعين اللي بدون مقابل دول حواديت كتير عنهم ان شاء الله في برنامج السفيره عزيزه، لان عندي حصيل قد كده هو من المؤتمرات. بنتمنى لكم التوفيق، وربنا يعني يكافئكم على هذه الخدمه اللي بتقدموها لمصر، وربنا يسعدكم ويخليكم بقى في اخر يوم تبقوا فرحانين فرحه ملهاش اول واحنا من اخر. واحنا بنحتفل بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله. الدكتور شريف ابو العينين، شكرا لحضرتك، ومنير وربا شكرا لكم.